انا كنت لا اتخيل في يوم اني اكلها، زي مثلا العكاوي. العكاوي أكلة يعني تراثية من زمان زمان، أهلينا بيعملوها وجدودنا بيعملوها، بس إحنا جيلنا كان شوية مش متعارف عليها. إلى أن دقتها في مرة، حد قال لي بس يديها فرصة، وكانت أعظم فرصة. مش عايز أقول لكم حبيتها قد إيه، وتفننت بقى في إن أنا أعملها كمان. يعني دقتها عجبتني، بدأت بقى إيه أعملها وتفنن فيها. النهاردة هنعمل عكاوي، اول ما نجيبها من عند الجزار لحد احلى طاجن ممكن تاكلوه وتدقوه. يا سلام لما تكون طاجن عكاوي موجود على سفرتكم. بصوا اي اكل تاني جنبها هيكون ملوش طعم. تعالوا بقى اقول لكم وصفتي للعكاوي. اول حاجه عشان ياخد طعم يجنن للعكاوي وشوربه طعمها ما يتنسيش، انا لما بشتريها من عند الجزار بقوله طبعا قطعها لي من عند كل مفصل. بجيبها بقى اول حاجه بغسلها كويس جدا بملح، بودره جنزبيل وجوز الطيب، وادعك فيها على الناشف، وبعدين بغسلها كويس جدا واصفيها. خلاص الخطوه دي انا عملتها وسبقتكم فيها. اروح جايبه حله ملياها ميه عادي من الحنفيه واسيبها تغلي، ما بحطش فيها اي حاجه، واسيبها تغلي على البوتاجاز. اول ما توصل مرحله الغليان اروح منزله فيها العكاوي بعد مرحله التنظيف، تاخد من 5 لـ7 دقايق في ميه بتغلي ما فيهاش اي حاجه، وبعدين اطلعها اصفيها ونبدا نكمل شغل. هروح جايبه حله ثانيه. خلاص اول حاجه علشان ناخد بقى شوربه حلوه محتاجين مكعب زبده في حله سخنه. يلا بينا. لما الحله عندي تسخن جدا انزل بمكعبين زبده وعليهم على طول بصله، وطبعا اعواد كرفس. انزل بقى بفصين مستكة يدوبوا عندي في الزبدة خالص. انزل بايه؟ ما بياخدوش حاجة، بورقتين لوري. وبعدين يا سلام على فصوص حبهان تدينا طعم وريحة تحفة، وطبعا عود القرفة بتاعي. بس كده اروح نازلة بقى بالخضار. عندي هنا بصلة مقطعها نصين، وكمان عودين كرفس، كام جزراية، ونديها تقليبة كده. وبعدين بصوا التوابل ريحتها طلعت ولون الزبده غير. انزل بقى للعكاوي بتاعتي اللي انا اديت لها غلوه واحده على البوتاجاز من 5 لـ7 دقايق في ميه بتغلي، واقلب بقى. مش عايزه اقول لكم ريحتها تحفه ازاي، التوابل مع البصل مع الكرفس مع الجزر، في الاخر العكاوي جنان. ولسه عندنا هحط حاجات تانية كتير. بصوا الحكاوي اخدت ازاي لون حلو جدا. هبدأ بقى احط المية عندي بتغلي، هغطيها بقى. اول ما تغلي هسيبها تغلي بتاع 5 دقايق 7 دقايق على نار عالية، وبعدين اهدي النار واسيبها بقى تاخد وقتها، ساعة ساعة ونص، تاخد زي ما تاخد. ده بيخليها دايبة وطعمها حلو جدا، غير بقى ان الشوربة بتكون رهيبة فيها كل الفايدة. بعد بقى ما تتسلق هوريكم نعمل ازاي طاجن ياخدها ويروح في حتة تانية خالص. العكاوي نقدر نقول انها استوت سوى الا ربع. هجيب بقى عندي طاسة او بوكة احط فيها شوية زيت، وطبعا الزبدة. انزل بقى بالبصل عندي اتقطع جريان واقلبه، افكه كده من بعضه، وبعدين اروح حاطه عندي الطماطم متقطعه مكعبات وبرده اقلب. بصوا ده توم مقطعه شرايح، بيبقى حلو قوي حلو قوي مع الطاجن ده. بقى جزر مقطعه دوريات كده احطه برده عندي، وبرده هديله تقليبه. اجي اتبل كل ده بقى بالملح. خلي بالكم انا ما حطيتش لسه في الشوربه ملح ولا فلفل اسود، واحط برده فلفل اسود، ورقه اللورا اللي عندنا، وكمان عود القرفه، وطبعا السبع بهارات او بهارات اللحمه اللي موجود عندنا الاثنين يقضوا. واقلب. العود القرفه بيدي ريحه حلوه جدا. عندي فلفل الوان احطه. اصلا خلطه البصل بالخضار دلوقتي ريحتها تجنن.
نحط بقى البطاطس. عندنا مقطعينها هنا مكعبات مش مسلوقة ولا اي حاجة، مقطعة مكعبات، هي هتستوي وهتكمل سوى العكاوي، هنكملها سوى في الفرن، فكل ده هيستوي، البطاطس هتستوي معاها كويس قوي. اخر بقى عندي هربط الخليط ده بمعلقتين ثلاثة صلصة واقلب. بص بقى، ده فلفل اخضر حامي، طبعا ده اختياري، بس هو الطاجن يبقى طاجن من غير ان هو يكون حامي ومشطشط، فانا هضيفه، بس طبعا بالنسبة لكم انتوا اختياري. خلاص بقى عندي العكاوي بقت سلقة الا ربع، هحط بقى الملح وكمان الفلفل الاسود وابدأ بقى رصص الطاجن بتاعي. طبعا طاجن بيدخل الفرن، يا سلام لو كان فخار، يعني علشان تكمل ايه الحلاوة، نحط بقى الاول رصة ايه خضار فيه، مشكلة اللي احنا عملناها دي، وبطلها البصل، نفرش كده فرشة حلوة. الفلفل عامل شغل ايه جميل جدا. وبعدين ناخد العكاوي بقى من الحلة والشوربة بتاعتنا ونحطها في الطاجن. وبعدين بقى ارصص الخضار عندي هنا اهو، بعد ما حطيت العكاوي، شايفين بقى، تخيلوا الطاجن ده بقى لما يخرج هيبقى عامل ازاي. بعد بقى ما رصصنا الطاجن بتاعنا، نفتح على الشوربة العظيمة، ناخد كبشتين حلوين. بعد بقى ما خلصت الطاجن بتاعي، ارصص شوية فلفل كده على الوش، وخلص الطاجن بتاعنا، في خضار وفي شوربة وفيه العكاوي. هياخد له تقريبا ساعة في الفرن على درجة حرارة 180، ويبقى جاهز معانا احلى طاجن عكاوي ممكن تاكلوه. تعالوا نشوفه بقى بعد ما يخرج من الفرن. احب اقول لكم ان بجد دي احلى قطعية لحمة ممكن تاكلوها. الطاجن ده مش عايزة اقول لكم ريحته تحفة ازاي، هتجربوه يعجبكم جدا. طبعا ما نسيناش ان احنا نعمل طبق شوربة فيه كمان عكاوي مسلوقة. الشوربة بتاعت العكاوي حاجة تانية، طعم العكاوي حاجة تانية، عصرة ليمون، وهنا عايز شوية رز، مش عايزين اكتر من كده. عايزاكم تجربوها وتقولولي رأيكم فيها، وطبعا مستنية كومنتاتكم وتشجيعكم تحت الفيديو. اشوفكم في فيديو جاي، باي باي. كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفة.com.